في صيام يونان كانت الأم بتصحى الساعة 11 في الليل، تقوم تجهز أكل لأولادها وتصحيهم، توكلهم وتخليهم يصلوا صلاة نص الليل، وبعد كده يناموا ويصحوا علشان يكونوا صايمين 3 أيام بتاع صيام يونان. الفكرة دي كانت بتتعمل كل صيام يونان في الصعيد، وفضل الناس ماشية عليها لحد تقريبا كده بالظبط ثورة 25 يناير، والعادة دي اتقطعت. ما بقيناش نفكر في ربنا بنفس الطريقة، بقى صيام يونان يجي عادي، اهو جه ما جاش اكأنه ما جاش. الناس بتركز، يا نهار اسود، طيب هو القداس هيأخر، يا ترى هصوم لحد القداس التاني ولا الاول، طيب ما انا ممكن اكل اكل صيامي، وتلاقي كل واحد يحط مبرر لنوع الحاجة اللي هو عايز يفطر علشانها. طيب يا ترى البسكويت ده فطرة، طيب يا ترى الاكل ده صيام ولا فطر. واصبح صيام يونان بنفصل مع ربنا هنصوم لحد امتى. على فكرة زمان ما تغيرش، لكن احنا اللي اتغيرنا. في سفر اشعياء اصحاح 44 كان ربنا ما يتكلم على لسان اشعياء وما يقوله: والان اسمع يا يعقوب عبدي واسرائيل الذي اخترته، هكذا يقول الرب صانعك وجابلك من الرحم معينك، لا تخف يا عبدي يعقوب ويا يشرون الذي اخترته.